هرجع مع حضراتكم مرة تانية. القوات المسلحة ترسل مساعدات إلى أشقائنا في لبنان. توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا لبنان ونتكلم في هذا الملف تقريبا كل يوم عندهم المشاكل الصعبة، المشاكل الاقتصادية، المشاكل المالية، المشاكل السياسية، الخناقات اللي شغالة. والنهاردة في يعني رسالة شديدة اللهجة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ضد رئيس ميشيل عون. مصر النهاردة بتشارك مرة أخرى بدعم الأشقاء في لبنان نتيجة للأوضاع اللي بيمر بيها الشعب اللبناني الشقيق. قوات المسلحة بترسل بهذه المساعدات إلى أشقائنا في لبنان. لبنان بتتعرض لوضع اقتصادي صعب، زي ما قلنا من كام يوم مستشار الإعلام للرئيس اللبناني إنه عندهم مفيش ألبان، أدوية ناقصة، وقود بنزين مش موجود، مواد غذائية مش موجودة، الدقيق مش موجود أو كميات قليلة جدا. قال لك عشان ما عندناش دولار عشان نشتري، والدولارات اللي موجودة في المصرف المركزي اللبناني دي فلوس الناس، فلوس المودعين من الشعب يعني، الحكومة ما عندهاش فلوس عشان تجيب وعشان تشتري. مصر بتبادر مرة أخرى، وده دور مصر الكبيرة ومصر العظيمة للمساهمة ودعم الشعب اللبناني الشقيق. تعالوا نتابع دعم مصر ولهذه المساعدات إلى لبنان ثم أعود لحضراتكم. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارا للدعم المصري المقدم للأشقاء اللبنانيين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية حلايب من ميناء الأدبية بالسويس متجهة إلى ميناء بيروت بدولة لبنان، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية لدولة لبنان الشقيقة. وتعتبر المساعدات المصرية المقدمة إلى دولة لبنان إحدى أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبناني.